السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبركاته، مش هتخسر شيء. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن شوكتك مش مظبوطة، معلش. اتفضل يا حبيبي. ربنا يعزك. سؤال بسيط بس كده بعد ما حضرتك، يعني انا ليا بنت اسمها حياء واخويا ليه ابن اسمه عبد الرحمن. هو هما يعني عبد الرحمن اكبر من حياء، اكبر من حياء بشهرين. طيب تمام. فاحنا كنا عايزين يعني نخليهم يعني اخوات من الرضاعه، يعني كما امرهم الله. هما دلوقتي يعني هو وقتها هما دلوقتي عندهم عدوا سنتين، بس هما وقتها كان تقريبا عبد الرحمن عنده سنه وشهرين وهي عندها سنه. يا رضعتهم يعني من بعض اصبح لكم رضاعه ولا ما حصل؟ لا لا، هو الفكره ان زوجه اخويا كانت يعني حامل في المولود الثاني، ف يعني انا فضلت يعني محتار شويه. يا حبيبي السؤال محدد، هل رضع او واحد منهما قبل السنتين او بعد السنتين؟ هو عبد الرحمن رضع من زوجتي عن طريق التعصير، يعني عن طريق تعصير. امتى متى هذا الكلام؟ وكان عنده حوالي سنة واربع شهور رضع رضعات مشبعات من زوجتك عن طريق التعصير. بس مش مشبعات، لا يعني هو اخد في كل رضع تقريبا ما يقارب من 50 ملي. هو كان طبعا رضع المشبع بالنسبة له كانت من 150 ل 200 ملي او يزيد عن كده كمان كذا مرة، يعني واللي بالضبط هو يعني على حسب اجتهادنا. هي ادت له مره 50 ومره 45 ومره 20، يعني كانوا خمس مرات بس مرات مش مشبعات. يعني هو ما كانش بيطلب تاني، بس هو بالنسبه له مش مشبعات، عشان هو كان القبر اللي بياخده الكافي في الوقت ده كان من يعني هو رضع من زوجتك وهو دون السنتين رضعات ثلاث غير مشبعات. خمسه غير مشبعات. لا، اخته من الرضاعه. إيه؟ أخته من الرضاعة؟ أيوة، أخ لكل أولادك من الرضاعة. تمام، جزاك الله خير. السلام.